مع دخول فصل الصيف يتوجه الاهتمام نحو القطاع السياحي الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وإن سجلت الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة ارتفاعاً على مستوى العائدات السياحية مقارنة بالعام الماضي، فإن الأطراف المتدخلة في القطاع تأمل مع بلوغ المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للموسم السياحي الجديد في تحقيق مؤشرات إيجابية. التوقعات الأولية بالنسبة لنا إن شاء الله تقريباً 95% من اللي تم إنجازه سنة 2019 اللي هي بالنسبة واحد، ولما لا إنجاز ما تم 2019 تقريبا في نفس المدة. فما السوق الأوروبية اللي هي شهد إن شاء الله بحول الله تطور بسبي، خلت تقريبا توا مازال تقريبا 6.5% أقل من اللي صار في 2019. أنا كيف الحملات نتاعنا عندنا السوق التونسية وكيف مواطنينا بالخارج، هذا كل معناتها بالنسبة عناصر اللي نخدموا عليها. من هنا شهر أوت مش نتحصلوا على أربع طائرات أخرين، الأربع طائرات هذوما مش يكون عندها دور كبير لدعم معناتها فهمتي الموسم السياحي المتبقي، ولكن أهم شيء بالنسبة لنا احنا الموسم هذايا والحمد لله كما قلت واعد احنا قاعدين نحضروا في لاريير سيزون والمواسم السياحية القادمة. خطوط التونسية ب 18 طيارة اللي مش يكون عندها طيارات جديدة معناتها تجديد الأسطول، يعني وتجديد الأسطول يعني فهمتي باش تكون فيه خدمات متميزة، سنرجع بقوة لدعم السياحة في تونس. مساعي مختلف الأطراف لإنجاح الموسم السياحي لا تحجب دعوة عدد منها إلى ضرورة تجاوز النقائص على مستوى اليد العاملة المختصة وعلى مستوى التعامل بين القطاع الخاص والعام لحل الإشكاليات الحينية. بالنسبة للموسم السياحي هي بيريود تبدأ صغيرة ويجي كل ما بعضه، دونك لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه، نتحاولوا نفعلوا شريك القطاع العام مع القطاع الخاص، وخاصة نحاولوا باش نحلوا مشاكلنا في الوقت وفي الإبان. العواقب الموجودة منها التشريعات اللي هما ولات أوبسوليت ولو معناها غير مطابقين مع العصر هذايا مع السياحة الجديدة. السياحة ما لقاتش حظها في السنوات الأخيرة خاصة على مستوى التشريعات. أول مرة لجنة في البرلمان لجنة تعنى بقطاع مثل السياحة، ستحاول اللجنة وضع معناتها الاستراتيجيات لهذا القطاع لأفق 2050، ستعمل لجنة السياحة مع معناتها ستكون ورشة عمل ورشة تفكير على مستوى التشريعات مع وزارة السياحة مع الخبراء والمهنيين في قطاع السياحة باش راو عنا سياحة خاصة بالسياحة تكون تنويع المنتوج السياحي. موسم واعد للسياحة التونسية وتطلعات للنسج على منوال سنة 2019 من حيث الأرقام والمؤشرات، بما يعيد الانتعاش المنتظر لهذا القطاع الحيوي.